سيد وليد، هناك مقطع من أغنية لك، نسمعها مع بعض وبنرجع نكمل حوارنا. يا ريت يا ريت. رمز الوحدة والحرية، أرض الكرم، أنت الإمارات العربية دار الهمم. رمز الوحدة والحرية، أرض الكرم، أنت الإمارات العربية دار الهمم. عمران بعزك يا دار بالشعب الواعي الجبار. سيد وليد، أغنية قدمتها للإمارات، والجميع يعلم بأن هناك للإمارات قصة حب مع وليد توفيق. أكيد. خبرنا عن هالقصة. أبداً، مثل ما قلت لك، علاقتي بهالبلد علاقة من 50 سنة، ما شفت إلا كل الخير والحب الحقيقة. وبعدين لما حصل من 2 3 سنين قدمونا إقامات ذهبية. فأنا فنان، أنا ما عندي غير صوتي ولحني. لما بحب، يعني لما حبيت مرتي غنيت لها أنا. لما بحب بنتي بغني لها، بحب جمهوري بغني له. فعشقي لهذا البلد، ولرد بعض الجمايل كلمت الشاعر الكبير نزار فرانسيس وطلبت منه يكتب لي أغنية عن الإمارات. جميل. فكتب ولحنتها. وأنا أي أغنية وطنية على فكرة بعملها أحلام، والله من غير أي تكليف على فكرة. ما بطلب تكليف من حدا، لا تسجيلها ولا تصويرها. فبدي أعبر عن العشق وهذا الحب للإمارات، فلحنتها وغنيتها وصورتها وهديتها لكل الإذاعات وبعتها لكل الناس اللي بحبوا. هذه علاقتي بالإمارات. هالأغنية هي بتفسر بكل معنى الكلمة ماذا في قلبي لهذا البلد الحبيب، وكل عربي أكيد بيحب البلد. الله يسعدك يا رب.